بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لم نأخذ معنا خبزة. إنجيل ربنا يسوع المسيح صاحب الفخامة صاحب السيادة ممثل قداسة الحبر الأعظم أصحاب السيادة حضرات الآباء الأجلاء والراهبات المحترمات، أيها الإخوة، جئنا هذا المساء بناء على دعوة حضرة رئيسة مدرسة مار فرانسيس الأم ريتا مهنا المحترمة وراهبات الصليب في غزير، لنحتفل بمرور 50 سنة على وفاة الأب يعقوب حداد الغزير الكبوش المكرم، وباليوبيل الإلماسي على تأسيسه جمعية راهبات دير الصليب. وهذه الذكرى المزدوجة عزيزة ليس فقط على بناتنا الراهبات الفاضلات، بل أيضا على فخامة رئيس الجمهورية العماد إيميل لحود الذي شاء أن يشارك فيها على الرغم مما يشغل باله من مهام ويثقل كاهله من أعباء في هذه الأيام العصيبة. ويا ذكرى عزيزة خاصة على قلوب أبناء هذه البلدة الزاهرة غزير التي تفاخر بأنها أنجبت الأب المكرم يعقوب حداد الذي ينتمي إلى كبريات عائلتها المتأصلة في تربة هذا الوطن. ولا نريد أن نتوقف على ما نكن شخصيا لغزير ومدرستها الإكليريكية من عاطفة امتنان وعرفان جميل، وقد قضينا في ظلها أيام التلمذة وأنجزنا على مقاعدها القسم الأكبر من دراستنا الثانوية. كان المكرم الأب يعقوب الكبوشي يتكل على العناية الإلهية في كل ما يقدم عليه من أعمال، وهذه سيرة حياته وقبول مجمع تطويب القديسين الروماني دعوة تطويبه خير دليل على ما اتصف به من مزايا نادرة ومارس من فضائل إنجيلية وأنجز في حياته من أعمال خيرية إنسانية. وكان أبقاها تأسيسه جمعية راهبات الصليب، وقد جاء في سيرة حياته أنه غالبا ما عاش الفقر هو وراهباته، وربما عوزهم ما يقتاتون به في يومهم، وقد أعيته الحيل لإيجاد ما يحتاج إليه من مال لشراء هذا القوت. وإذا بأحد الناس وهو في الطريق ودون أن يكون له به معرفة سابقة يبادره بمغلف يجد فيه ضالته، وتكررت مثل هذه الحادثة معه غير مرة، وهذا ما حدث مع سواه من القديسين، ولا نذكر من بينهم غير الأب كوتولينجو الذي كان في آخر النهار يلقي بما لديه من مال من النافذة لينهض في الصباح ليجد منه ما يكفيه في يومه هو ومؤسساته الخيرية. أجل، إنها غريبة أطوار القديسين، ولكنه في الوقت عينه والإيمان بيسوع المسيح الذي يشترح العجائب. أفليس هذا ما رواه الإنجيل متى تحت عنوان خمير الفريسيين والصدقيين
وكان يسوع يوم ذاك مع تلاميذه على ضفة بحيرة طبرية، وقد نسي التلاميذ أن يأخذوا معهم خبزا إلا رغيفا واحدا. وجاء بعض الفريسيين يلقون عليه بعض أسئلة محرجة ليربكوه، فأراد يسوع أن يحذر تلاميذه من شرهم، فقال لهم: احذروا خمير الفريسيين والصادقين. والفريسيون كانوا قوما يغالون في المحافظة على الشريعة والتقليد ولو بالية، خلافا للصدقيين الذين كانوا فئة من الكهنة يؤمنون بالتوراة ولا يؤمنون بقيامة الموتى ويهملون التقاليد. وقد شبه المسيح روح هاتين الفئتين من الناس بخمير يفسد الضمائر السليمة، وكانوا ينادون بالفضيلة ويرتكبون عكسها. فظن التلاميذ أنه يحدثهم عن الخبز العادي المادي، خبز الجسد وليس خبز النفس، وهذا ما أحزنه، لأنه رأى أنهم لا يفكرون إلا بالخبز المادي. وعرف يسوع ما به يفكرون، فقال لهم: يا قليلي الإيمان، لماذا تفكرون في أنفسكم أنه ليس لديكم خبز؟ وأضاف: ألا تدركون حتى الآن؟ ألا تتذكرون الأرغفة الخمسة التي أشبعت آلاف الخمسة؟ وكم خفة أخذتم؟ وذكرهم بما فضل عنهم من سمك، وقال: كيف لا تدركون أني لم أكن أعني الخبز بما قلته لكم؟ فاحذروا الفريسيين والصدقيين. حينئذ فهموا أنه يحذرهم من تعليم هؤلاء الناس، وهو تعليم فاسد. آمن الأب يعقوب الكبوشي بتعاليم السيد المسيح، وأراد أن يقتدي بمثل حياته ويمارس ما مارسه من فضائل، فتشبه به في كل شيء، في حياته القشفة وفعله الخير لجميع الناس دون ما تمييز أو استثناء. وقد أثر عنه تقشفه في طعام وشراب، وغالبا ما كان يتجول على طرق هذا الجبل الوعرة سعيا على الأقدام، حاملا على كتفه زاده اليوم، وفي يده سبحته وكتاب الصلاة، ليتفقد أدياره الناشئة، وجل همه تأمين العناية بمن لا يلقون أي عناية حتى من أقرب الناس إليهم. وقد بنى عدة أديار لهذه الغاية، فكان دير يسوع الملك للكهنة العجزة الذين ليس لهم من يهتم بهم بعد أن ثقلت عليهم الأيام والأمراض، وكان دير الصليب للمعاقين عقليا وجسديا الذين يعجز حتى سووهم عن تفهم وضعهم وتأمين ما يحتاجون إليه من أسباب المعالجة، وكان مأوى دير القمر للأولاد الذين كتب عليهم أن يولدوا دون أن يقووا على حركة أو كلام أو سير على الأقدام. إنهم بشر لهم أجساد ناقصة التكوين ونفوس تستوجب العناية بهم، خلافا للأنظمة التي تؤصل الناس فلا تبقي من بينهم إلا على أصحاء الأبدان والعقول. وقد تأتى لنا أن نزور هذه الأديار، ورأينا أي عناية تبذل لهم، وبأي تفان تقوم الراهبات على خدمتهم. وكان الأب يعقوب يضع كل ما أقدم عليه من مشاريع إنسانية في عهدة العناية الإلهية، وأراد أن يهتم بكل فئات الناس، ولكي يضمن لعمله الإنساني البقاء أسس
جمعية الصليب، ولعل هذه التسمية تدل على العمل الخير الشاق الذي يقمن به فيما لهذه الجمعية من مدارس ومستشفى أصبح متطورا يضاهي أكبر المستشفيات، ودار عجز للكهنة، ودار أولاد معاقين، ومعمل خياطة أثواب كنسية إلى ما سوى ذلك. وانتشرت هذه الجمعية في لبنان وخارجه، وفضلت بنات الجمعية العمل الصامت الوضيع، فوضعن أنفسهن في خدمة هذه أو تلك من المراكز الدينية مثل السفارة البابوية في دمشق وحريصة، فأصبح لها دير في روما، ورأيناهن في مصر في خدمة البطريركية القبطية الكاثوليكية وفي مختلف أنحاء لبنان، وأبين إلا أن يأتينا إلى غزير ليتابعنا الرسالة التربوية التي كانت تقوم بها قبلهن الراهبات الفرنسيسكانيات. إن نهنئ جمعية راهبات الصليب بيوبيل تأسيس جمعيتهن الماسي، سائلين الله بشفاعة العذراء مريم وبشفاعة مؤسسهن المكرم الأب يعقوب الكبوشي أن يقود خطاهن إلى تحقيق الغاية من تأسيس جمعيتهن والعناية بالإنسانية المتألمة، وأن يحقق أمنيتهن وأمنيتنا المشتركة برؤية مؤسسهن يرتفع على المذابح بإعلانه طوباويا وقديسا. وقد أصبحنا في حاجة ماسة إلى من يشفع بنا في السماء، بالإضافة إلى الذين جاد الله بهم علينا من قديسين كالقديسين شربل والحديني والقديسة رفقة، لنتمكن من إيجاد حلول لما يواجهنا من مشاكل على الأرض. وفي الختام نستمطر على جمعية الصليب وجميع أفرادها فيض النعم والبركات. آمين.